الهدف من المنتدى إبراز المواهب في جميع المجالات، الموسيقى والرسم والشعر والمسرح. وحفلنا هذا اليوم قائم بمناسبة افتتاح المنتدى بشكل رسمي وأول بدايات لنا يعني للمنتدى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحاجة هذه تدعو للسلم والاستقرار والبهجة والسرور لأهل مدينة سبعة بشكل عام وكلهم، وندفع بها ونحييها وأيضا ندعمها في المستقبل وفي إن شاء الله بحول الله تعالى.